عساكم من عوادة، وأكيد أقول مبارك عليكم الشهر أو ما تبقى من الشهر لكل من يتابعنا عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى. وأحب أنوه في البداية أن الليلة غبقة رمضانية مميزة تحت رعاية وحضور معالي وزير الإعلام أكيد ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، وأيضا أكيد في لفيف وكوكبة من النجوم والفنانين ومنهم مهمين وبارزين في مجال الإعلام أو إن كان في الفن، من هم تحت الأضواء. وإن شاء الله أكيد راح نكون في نقل حي ومباشر من الغبقة. وفي البداية أكيد أنا برحب في الاستديو من اللي كانوا في الغبقة وشافوا الأجواء وصلوا عندنا أكيد في استديو مركز الحمراء الفاخر الفنان والمنتج الأستاذ باسم عبد الأمير، وأيضا الفنان والمنتج عبد الله سلمان. رحب فيكم أكيد وأقول لكم يا هلا وسهلا فيكم في غبقة رمضان. الله يسلمك، بس أنا أصلح لك، أنا مخرج وفنان مش منتج. مخرج وفنان؟ أنتج أفلام. أنتج أفلام بس كأن عندك إنتاج فيلم قريبا. بلا 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 ما هذا عشان كذي ما عشان كذي إحنا سبقناك بالمسمى. أرحب فيكم أكيد في الاستديو وشفت الاجواء هناك في الغبقه. عمرك والله تبدا اخوي عبد الله. لا لا تفضل انت انت لا والله الاجواء كانت حلوه ومميزه بحضور معالي وزير الاعلام ولفيف من السفراء والفنانين والشيوخ وجمع كبير من الاعلاميين والنقاد. سلمنا ويا ابن سيده ياسر العيله، قالوا نروح يبونكم لقاء انا اخوي عبد الله. طبعا هو شوفي لا لا بالعكس شيء حلو ان يعني ان معالي وزير الاعلام كل سنه يسوي هالغبقه، لان احنا نلتقي. يعني مثلا الحين انا باسم ترى يمكن مو شايفه صار لي سنه. اي ليش؟ لان هو مشغول وانا مشغول ومسافر، فحلو احنا نشوف بعض، نشوف يعني ربعنا، نشوف كذا، نسلم اعلاميين فنانين، فحلو هالجمعه اللي يسويها مع الوزير واحنا نشكره بصراحه. احنا طبعا شعار تلفزيون الكويت اساسا جمعتنا حلوه، وان شاء الله ما تنحرمون من هذه الجمعات الطيبه اكيد في وزاره الاعلام. وانا بالبدايه ابي اكون مع استاذ باسم عبد الامير، عندك عملين هالسنه على تلفزيون الكويت على خاصه وبيعت النخينة. اي نبي نعرف منك انهم ينعرضون طبعا حصري على شاشه التلفزيون حصري الكويت. على شاشه تلفزيون الكويت حسب طلب المسؤولين معالي الوزير والوكيل ان تلفزيون الكويت لازم يكون له شان في هذا الشهر الفضيل. يعني كسابق عهده كان تلفزيون الكويت مميز امانه بالدراما وكان متابع من المشرق للمغرب، يتابعونا كم كبير من المشاهدين لأنه كان يملك عناصر القوة في شهر رمضان، عناصر الحصرية أيام الأستاذ فجر السعيد كانت تقدم أعمال مميزة، عيال المنصور، أستاذ حياة الفاز، يعني كانوا فنانين كبار في ذاك الوقت يكونون حصري على تلفزيون الكويت، وكان تلفزيون الكويت مسمع في ذاك الوقت. اها ما شاء الله، وان شاء الله انت ما شاء الله منتج ما ينخاف عليه، عنده اكثر من عمل من زمان، انت معتاد على هذه العاده، وان شاء الله دوم موفق في هالتجربه اللي تقدمها. استاذ عبد الله سلمان وقفت عن الدراما التلفزيونيه، ليش؟ والله شوف يعني انا بعد ما سويت مسلسل خطر معهم في 2004 انشات قناه فلاش. والحقيقه خط القنوات مختلف عن الدراما بعيد، واخذني بعيد عن الدراما من 2004 الى 2011 بعد ما طبعا انتقلت القناه الى ابعناء الى شخص اخر. بعدين فكرت عاد رجعت الى الدراما من خلال الافلام السينمائيه، انا احب السينما وايد الحقيقه. فانتجنا الان 4 افلام والحمد لله، يعني انا اعتبر المنتج الوحيد في الخليج العربي اللي عنده تخصص افلام. لا لا اللي انتج 4 افلام. اوكي يعني في انتجوا ربعنا فيلم فيلمين، بس انا كشركه انتجت 4 افلام وكمخرج اخرج 4 افلام يعني 4 افلام سينمائيه. فلهالسبب الحين عندنا ان شاء الله مشاريع لمسلسلات وبعض الامور يعني. أنا يمكن سبقت السوالف بذكرياتكم في الماضي مع مركز الحمراء قبل شوية، قبل الهواء يسولف لنا أستاذ باسم عن ذكرياته مع الحمراء، وصراحة قال لنا سوالف ما حد قال لنا إياها من الضيوف. أي أول شيء أكيد عبد الله يا أخوي عبد الله يذكر والله ما يذكر ما ذكر ما كان ما أدري إذا مو مسلسل كان شرق. شوفي كانت هني سينما الحمراء والفردوس. أي وكان هني دوار. اي نعم دوار بالعيد يحطون لك هذا المجسم اللي توقف تصور العيد كله زينه. اجواء العيد يا حلوة فيها يا حلوة. كان هني على الزاويه قبل الفندق كان في كذي هم مطعم ما اذكر اسمه يعني ما اخاف تقول دعايه. كان كشك لانسان عزيز يعني اللي قاعد عنده. ايضا كان في هني محل اشرطه ومحل كاسيت داخل المكان هذا بالسينما، وكان في مطعم فوق
مطعم لبناني طبعا. انا من سكان هذه المنطقه احافظها يعني عدل يعني. فكنا نيجي هنا بالعيد، اول فيلم حضرته في سينما الحمراء كان فيلم بس يا بحر. بس يا بحر، بس يا بحر الفيلم الكويتي. احنا كل ما نسال ضيف يقول لنا فيلم هندي شاف. لا انت الوحيد الحين غير. لا لان كانوا الحمراء والفردوس يم بعض لازمين بعض. فكان فيلم بس يا بحر كان طق يعصي عليه ما شاء الله يعني. ما شاء الله. الكل يبديش يشوفه. وايضا كان في سينما الفردوس انا حضرت فيها افلام كثيره، بس من اللي اذكرهم فيلم الشعله وفيلم بوبي. اي ما شاء الله. الافلام المعروفه هذه. اي وفي اغنيه انا ما ودي ولدي طلال دائما جزها لي. شنو هي الاغنيه؟ يا دوستي هذه اغنيه مال فيلم الشعله. آه. لا ليه العام اغنيها؟ حتى قبل مده ولدي طلال مسوي لي فيديو. اي وفاضحني بهالاغنيه وانا قاعد اغني. يا حليل الله يحفظهم لك ان شاء الله. ونقول لك بالمناسبه مبروك زواج ولدك فهد اكيد. الحمد لله ولدي فهد. صار يد. قريب ان شاء الله. وولدي احمد ملج ان شاء الله. عرسه شهر 10 باقي عندنا طلال الله يحفظه ان شاء الله. الجعدة ان شاء الله عقباله ان شاء الله بالياي. واحنا بعدنا بناخذ معاك عن ذكرياتك ولا بتحرمنا؟ والله لا انا شوفي بقول لك شغله من ذكريات بالنسبه للحمره. انا كنت وايد احب افلام رينجو. اي هذا افلام الريف الامريكي والكابوي وما كابوي. كابوي فكنت اي هني. اما افلام هنديه لا والله ما كنت ادش صراحه. أيه ولا شفت. وبعدين كنا بعيد، انا كنت بعيد، انا من سكان جليب الشيوخ وقتها. اي فيصير مني يعني عليك بعيد المسافه. بعيد المسافه يعني. انزين بين حاله خاصه وبقعه النخيل، منو تشوف صدى اكبر ومنو تشوف انه هو اللي حقق نجاح؟ اكيد ما انت قايل لا هذا ولا هذا. لا طبعا عيالك. طبعا ولا اقدر اقول هذا حقق نجاح وهذا، هذا الراي تالي للجمهور يعني. أيه. الجمهور اللي تابع هذه الاعمال طبعا. بيعة النخي في الاستاذة الكبيرة حياة الفئة تأليفها وبطولتها استاذة مريم الصالح بعد عودتها من العلاج الله يسلمها ويعافيها يا رب ان شاء الله. محمد جابر في من جيل الشباب، هند بلوشي، محمد الحملي، علي يمعة، ما بنسى احد والله. لولو الملة حالة خاصة يختلف شوية، درامي اجتماعي، في عبد العزيز جاسم، هي عبد السلام، فؤاد علي، حسين المهدي، مجموعة من الشباب. هذا دراما وهذا تراثي يعني. طبعا ولا احد يقدر يقول عن عمله انه عمله وايد زين وايد مميز، بالنهايه الراي حق الجمهور. يا سلام على التواضع. انا بس اسمحي لي بشغله، ابي اسال بس اخوي باسم. اي تفضل اكيد. باسم ليش انت عندك جروب؟ الناس تتهمك بان انت جروب واحد عندك. زين. ما عند ما تنوع. يعني كله مثلا معاك هيا، كله معاك فؤاد، معاك فلان، يعني ما شفنا يوم مثلا. اجاوبه دكتوره؟ طبعا إيه عندك. ما في شيء. اكيد عندك. انا اول واحد اقول لك دكتوره على الهواء. اي والله اول واحد. شوف عبد الله، انا انتج الحمد لله يا رب 6 اعمال، سادسه الحين داخله. الله يزيدك. ولا ممثل مكرر بال6 اعمال، اللي يقول لي جروب عطني انا قاعد اقول لك. 6 اعمال. قبلها كنت عندي ساعة صفر. 5 بنات للكاتب الكبير مصطفى محرم، 45 حلقة. نعم. بيعة النخي، حالة خاصة، الحين درب العرايس. جماعة ما في مكرر. أنا أستغرب لما يقولوا لي في جروب معين. بعدين أحس هو يدعم الشباب. جروب معاك يعني جروب. قاعد أقول لك 5 عملال ولا واحد فيهم مكرر بالعمل الثاني. لا مو مكرر باسم، أقصد إن أنت إن كل سنة تشتغل مع ناس بنفس نفس المجموعة. وين قاعد أقول لك ليش؟ قاعد أقول لك هذا بيعة النخي حياة الفئة. هو خلينا نشوف رأيه إذا أنت ودك تدخل معاهم في الجروب. من لا حيث لا سؤالك منو انا؟ لا 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 والله لا. لا بس هو صدق هذه وايد يسالون. انا عشان انا وايد يسالون فانا حبيت. بس انا اتفاجئ لما يقولون جروب وانا قبل 5 اعمال ولا واحد مكرر. ولا واحد في يعني طب بعملين. يمكن لان في مجموعه معينه كل سنه تكون معاي، هذا اللي يقصدون اعتقد. ويمكن انت تقدم الدعم انا اشوفك للشباب والمميز يستاهل. انا شوفي بالعكس، انا كمخرجين يعني واحد ما يمدح نفسه، يمكن هذه معلومه اذا حد يدري فيها ولا. انا 7 مخرجين طلعوا على ايدي وموجودين بساعة. اي صنعت نجوم صحيح. منير الزعبي اول من خلى اخراج مخرج، خالد الرفاعي، سلطان خسرو، نهلة الفهد، حيا عبد السلام، في بعد واحد ما اذكره منه بعد. بدايات محمد دحام 7 اعمال معاي. اي بالنسبه للمؤلفين هبه مشاري حماده. منو صنعت من النجوم؟ اخذي من اللقيطه، هند بلوشي، عبد الله ابو شهري، حمد العماني، فرح الصراف، هنادي الكندري، وايد اسامي. انت بدايتهم كانت وانطلاقتهم عن طريقك. وايد وايد انا طبعا يمكن ناسي وايد اسامي. بي عبد الله وايد واحد ما يتذكر الحين، بس اقول لك ككتاب ابا مشاري اول عمل معاي ابله نوره، ثاني عمل ام ميدار الايتام، ايمان سلطان،
يعني وايد كتاب يعني بلاكس كان المجال الكل يعني. كان عنده احتجاج قبل فترة بعد على السوشيال ميديا، كان هو طالع فيه بنفسه تتكلم عن اللي قاعدين ينتقدون المسلسلات الكويتية تحديدا أو الخليجية. لا أنا عشان شارك الرأي مع سعد باسم. لا أنا أتكلم عن الكويتية لأن حطوا هاشتاج المسلسلات الكويتية لا تمثلني. حقيقة أنا أقول لك مش كل المسلسلات الكويتية زينة ولا كلها شينة، عرفت شلون؟ وهذه دراما. المشكلة الناس ما تعرف، وأنا أتكلم الآن على تلفزيون الكويت ووزارة الإعلام، إنه إحنا عندنا المشكلة في الرقابة. الرقابة ما تخلينا أو ما تخلي الإخوان ينتجون مسلسلات يفرض. ها؟ كإجازة لأن يعني. لأن في النهاية إحنا مجتمع يمكن محافظ أو شغلة ما يعني، فلذلك ما يصير أنت تنتقد وأنت ما أو مو تنتقد، تجلد الدراما. يعني أنا واحد من الناس أنزل فيلم، أنزل بوستر للحين ما شافوا الفيلم، ويصير في نقد على شوف الاتنازع على البوستر ما ادري شنو. وفي بوسترات تنزل والله حق افلام ثانيه يمكن اقل مستوى. احنا مشكلتنا ان كويتي لازم اجلده، عامل كويتي لازم اجلده، فما يصير معنا الكويتي الولاد الفن، واحنا اساس الفن من لعب الخليج، اساس من فنانين، هذه حقيقه، من مخرجين، من مغنين، من مذيعين، يعني ولادة الدولة الكويت ما زالت يعني ولادة. واللي يقول هالكلام يمكن شوف يعني يمكن عمل واحد يكون في خطأ فني أو في إساءة للمجتمع، فما ما ما لازم نشمل الكل يعني. هو في صار نقد من الجمهور، وأيضا صار في فنانين عندكم، خلنا أكلمكم بعد بهالموضوع. مثلا الفنانة لولو الملة، نوجه لها تحية، كانت معنا ضيفة قبل كم يوم، أيضا طلعت من خلال يمكن شغلة كوميدية كانت على سنابها أو تصوير كان على السوشيال ميديا، تقول مع أنها تمثل في المسلسلات الكويتية، تقول لمتى نكذب على الجمهور ونطلع عنا الرفاهية في البيت الكويتي ونطلع عنا 13 دور ويعني ولا عائلات مثلين الا ادوار صح. اذا ما ما اعطي كلامه فيها انت شنو رايك؟ هي مثلت بعد ايضا معك بال الملة بيعة النخي تراثي، يعني ما طلعنا ان البيت الكويت غني و20 طابق صحيح تراثي. شوف الدراما يعني اللي يفهمها عدل واللي دارسها دراما عدت خطوط فيها، يعني فيها قلت لك التراثي، الدراما القديم، الدراما الاجتماعي. يعني يعني يجيني ناس هذه عائلة غنية، ناس مكتوب كذي، يجيني ناس هذه عوائل متوسطة، هذه عوائل فقيرة مع غنية، فأنت تمشي على السيناريو صحيح. فأنت لما يقول لك أن نطلع كل البيوت هذا خطأ. أنا قاعد أمشي، أو المخرج مو المنتج عفوا، ترى المخرج أيضا وايد يحملون المنتج وايد أمور، ترى المخرج من يسلم المخرج العمل يقول لك تفضل، يحمل أمانة هو مسؤول عنها، سواء باللقطات اللي ياخذها باي شيء باي تفاصيل هو مسؤول عنها، لانه هو سيد العمل المخرج ما دخل فيها يعني. شاركت اعمالك من خلال الشاشات يمكن عربيه او خليجيه، وايضا من خلال شاشه تلفزيون الكويت كتلفزيون محلي، وايضا هو تلفزيون رائد اكيد والحكومي، يعني وين تلاقون الدراما الكويتيه المسلسلات الكويتيه اكيد او شنو ينقصها بعد؟ اكيد الدراما الكويتيه قاعد تشوفينها الحين بكل المحطات، وأنا واحد من الناس لو سامحي لي يعني مو حصري، نعرض علي 4 قنوات البيعة النقي وحالة خاصة، لكن عملية الحصرية كانت وكان في اتفاق إنه حصري، واحترمنا هذا الاتفاق، وحق من حقوق تلفزيون الكويت إنه كل أعمال حصرية. بالعكس ترى الكويتية متواجدة على كل محطات. تتابعون مسلسلات على الشاشات يعني في رمضان عندكم؟ والله أنا أتابع، عندي مسلسل ساق البومبو لا أتابع يعني أحيانا أتابع مسلسل باسم بيعة النخي أتابع، يعني مش متابعة متابعة تدري، لأن يعني إحنا مشكلة أهل صنعاء فهذه مشكله لما تتابع وتشوف يعني، بس يعني بين وقت ووقت تطلع اكيد تاخذ لك يعني طبيعي ربط بين الحلقات يعني بشكل لازم عام. لازم لازم شوفي انا اخوي باسم الحين قاعد يقول المخرج والمخرج، المشكله الان احنا عندنا بعض المخرجين الان للاسف الدراما اقولها حقيقه قام يهتم بالصوره قبل اي شيء في كواليتي الصوره، يبي يعني يبي نقول له بيت مثلا متوسط، يقول له بيت يقول ابي بيت فخم عشان انا اخذ الباك جراوند مالي والصوره ما تكون حلوه،
طبعا أيوة. هذا غلط. انت لازم تنقل ما هو الحدث، شنو المكش مكتوب، لا تفكر بالصوره. صوره اوكي صحيح. بس فكر بالاداء وفكر في الشيء يعني عطل الممثل كجسد وكاداء اكثر اللي بتوصل للمشاهد. الان صاروا ربعنا حرب صوره. أيوة. صورتي احلى من صورته، الوان الكولر كوركشن احلى، الدنيا كذا. بس الصراحه ما قصر استاذ باسم عبد الامير هالمره. أيوة. قدر انه هو بسيطرته، يمكن ما ادري اذا هو كمنتج ولا يمكن المخرج. أيوة. يخفف مكياج الفنانات، هذا شرط اساسي يعني. هذا على المخرج طبعا، على المخرج ترى. انت شرطت ولا المخرج؟ والله شوف، في بيعه النخي الفنانه حياه الفاديه المؤلفه طبعا. أي. وانا ماسك كل التفاصيل الانتاجيه. أي. كانت تقعد على الحبه عليهم امانه طبعا، هذا اللي قدرنا عليه يعني. احنا بنعرف بعد اجواء يعني التعاون معك ومع الاستاذه حياه الفهد. اوه حياه الفهد طبعا، هذه يعني حياه الفهد ام حياه الفهد، جميله بالتعامل، مخلصه بالشغل، ملتزمه، اول الحضور اخر المنصرفين، دقيقه بالتفاصيل وخاصه بالاعمال التراثيه. ما اقدر اتكلم انا يعني، انا شو اقول على حياه الفهد او مريم الصالح؟ لا يعني. تاريخ لا انت ما تاريخ لا. بس ما كملنا عن موضوع المكياج، منو اللي سيطر على منو؟ شوف المكياج هل الدور كان يفرض او المنتج او المخرج؟ طبعا مع انه طبعا في اغلب البنات مسوين عمليات تجميل. اي وطبعا غير شيء اسنانهم يعني في مشاكل يعني ما تقدرين يعني ابتسامه هوليوود التفاصيل كلها ما تقدرين تاخذينها يعني. بس الحمد لله قدرنا. مشكله شنو حطيت له مصفر؟ حطيت لازم هي ديرم حطيت ديرم او سويكه لا بد من علاج يعني. الحين كلهم صاروا مع التجميل واكيد. إيه. ونشوف البنات صاروا لكم 2016 وهو عمل تراثي ايضا في حاله خاصه بعدها ما تحكمتوا في البنات هناك. متحكمين تماما حسب المشهد، بالبيت ما في مكياج، بغرفه النوم او نايمه او كذا، حسب تفاصيل القصه. وعندك تعاون ايضا يربطك ان شاء الله مع الاستاذه حياه الفهد قريبا، راح يتم تصويره بعد رمضان دراج. اوه عصافرنا وايد، منهم استاذ ياسر العائله. ان شاء الله في تعاون، عندنا كذا عمل، عندي عمل انا خلصته 45 حلقه، الكاتب مصطفى محرم راح يعرض قريبا، بطولة مجموعة إبراهيم الحربي، أمل العوضي، هناد الكندري، فرح الصراف، محمد العلوي، أحمد حسين، فهد باسم، مجموعة كبيرة. أي. وعندي عمل نزل قبل. تراثي بعد؟ لا مو تراثي، دراما. كوميدي؟ أول تعامل مع مصطفى محرم كاتب كبير يعني. عندي عمل نزل قبل فترة ساعة صفر، متين الرئيس، إخراج جنان الفهد، تأليف إيمان سلطان. عندي عمل قاعد أصوره الحين درب العرايس، تأليف عواطف البدر، إخراج مناف عبدال، في طيف، هناد الكندري، عبد الرحمن العقل، محمد جابر، لطيف المجرين، والله ما بنسى حد يعني، هم مجموعة. أي ما شاء الله مجموعة. قاعد نحضر إن شاء الله السنة الجاية. بس اللي مع الأستاذ حتى فهد ما قلت لي كوميدي، لا أنا قاعد قولي مو تراثي ولا ما تبي تقول، قصة درامية اجتماعية. علامة استفهام، أشوفك شقحت، عطتني باس، رحت على المسلسل الثاني. بس خبر هذا حصري، من وين جايبينه؟ حصري ما قصر الصراحة معدينا، وأستاذ ياسر ما شاء الله حاط لي كوكبة من الأسئلة، يابكم من هناك وعناكم ومتدرس معاكم. يا ابنة مشي جايبكم من العيلة الحمراء. مشي يا ابنة عيلة الردة إن شاء الله بيسايركم، بيروح وياكم يوصلكم. أبي أعرف بعد، عندك طبعا الأكشن كان من قبل وخطر معهم، عندك أعمال إن شاء الله جاية؟ أنا اللي سمعت فينا في أكشن بعدين. لا تو خلص فيلم مع الخطر. أي. كان أكشن. أي. انعرض في تاريخ 7/4 وقعد شهر بالسينما. عندنا إن شاء الله طبعًا أنا 3 أفلام صورتهم في أوكرانيا. أي. أغلبهم في أوكرانيا وفي الكويت. في عندي فيلم إن شاء الله جاي بس على شهر 9. اللي هو من إنتاجك. أنا كل أفلامي من إنتاجي. أي. من إنتاجي وإخراجي. أي. عندنا عودة في مع التلفزيون. الأكشن. لا التلفزيون. أي. عندي معروض الآن علي مسلسل أو خلصنا على أنه راح نصور إن شاء الله قريبا، حق مش لي، مش إنتاجي بس إخراجي. تلفزيون قصدي سينما، عندي فيلم إن شاء الله راح يكون أكشن سياسي كذي داش بالموضوع. أي على شهر 9 إن شاء الله. بس كله راح يكون الوضع أكشن. لا مو أكشن. في أمور خطوط جديدة. أبو خالد يحب العنف. أنا والله لا. دائما يروح على الأكشن. أحب الأكشن لأن الأكشن ما حد يسويه. أي. صعب. ما حد سواه يعني لحد الآن، ما حد سوى مثل. يمكن ما نشوف بالمسلسلات وايد الأكشن يعني. صعب. على الواقع. صعب. يبي له شغل، يبي له تجهيز. ربعنا بيخلصون المسلسل في شهرين يخلصون. التراثي تعب، ما بالك الأكشن ولا الفانتازيا أكيد. أنا على فكرة عندي فيلم أيضا. راح يكون مفاجأة يعني، جامع حية فيه وشجون. إن شاء الله شهر 9 إن شاء الله. وين راح تصور؟
في دبي إن شاء الله. في دبي. والقصة راح تكون مع منو؟ كتابة منو القصة؟ اللي كاتبة القصة هي إخراجها وتأليفها هي عبد السلام. هي هالمرة تخلط بالتأليف وأيضا إخراجها راح يكون وراح تكون ممثلة. إيه ما شاء الله عليها. إن شاء الله دائما تتميز وتكون معاك أكيد سباق ومحتضن لكل إبداعات الشباب. هذا أقول لك إحنا أي واحد عنده فكرة عنده توجه عنده شيء زين ونشوفه أنه وراء يعني مردود زين مو مردود مالي. مالي هذا شيء يفكر فيه. شيك تضحك عبد الله. مردود. لا 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 يا لا. مردود قصدك انك كرؤية ولا كرؤية مردود؟ كرؤية. لا شوفي خلنا شهادة لله والله مو قدام باسم. شوفي يعني باسم. يعني معقولة يشتغل مو عشان المردود؟ لا 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 ترى باسم حفر الصخر. شلون؟ يعني أنا أو باسم حفرنا الصخر. أي. بدينا من لا شيء. أي. بدينا أقول شيء بصراحة. بدأ يعني اشتغلنا بفلوسنا ما حد يانا وقال لنا والله تعالوا هاي فلوس واشتغلوا ها من ايام الثمانينات يعني باسم بدا شنو بدايته ممثل قام ينتج مسرح شوي شوي انا نفس الشيء كنت اخرج تلفزيون اكيد يعني الان احنا بحاجه للمردود ما جت بالساهل طبعا اكيد جت بالساهل يعني ما حد يا وقال والله تفضل هذه على طبق من ذهب تعالوا اخرجوا ولا انتجوا ولا شغله فأكيد في هذه الحالة الآن اللي احنا فيها أو بهذا العمر أكيد نحتاج إلى الدعم نبي أكيد نبي المادة شيء أكيد بس إنك تقدم شيء جيد والمادة يمكن مو بس للجيبة يعني حتى للكاست العمل والأمور التقنية خلنا أقول لك دكتورة بعد أنت الحين تعتقدين ذي المنتجين اللي قاعد يقدمون غير باسم وهذا شنو هذا أكيد يبون الفلوس أكيد بس يا اخي تبي فلوس قدم شيء حلو اي صح قدم شيء ممتاز الله. والله العظيم انا ارباحي من السينما والله يعني يذوب ها لكن يعني نعرض الفيلم نقول نستانس في اي تي ام هني بالحمراء مول نروح نشيك كشف حساب عند ايه الحمراء انا عارف عندهم كاكو خير نروح نشوف كشف حسابه ايش كنت تقول لي استاذ باسم شوف التوجه اللي صاير الحين وايد صاروا نقاد وايد صاروا يفهمون وايد صاروا ينقدون يعني شوف النقد البناء انا صدرك راح صدر راح عادي بس في نقد تدرين جاي على شغله خاصه يعني انت بالذات اول سب صار سب سب شو عاد انا اقول قدام انا ما يهمني النقد اذا كان نقد سيء ما اخذ فيه ولا اشتكي فيه على فكره بس النقد البناء دائما اخذ فيه واحرص اني اخذ فيه واطبقه لان النقد بناء وهذا الانسان لو ما يحبك ويبيك تسوي شيء زين ما انتقدك امانه يعني لكن النقد اللي صار كل من يفهم وكل من يشرح وكل من يقول لك الكل والمشكله يعني حتى في السوشيال ميديا الجمهور ما تدري شنو عمره ما تدري شنو ثقافته انا مريح نفسي عندي انستغرام بس اطالع بس ما اتابع امانه يمكن ادخل باليوم ربع ساعه لان اقول لك انا عارف اللي ينقدني عارف يكلمني شخصيا وايد طبعا يوصلك لي عندك اشخاص عزيزين من صحفيين ونقاد يكلموننا ترى كذي عندك كذي 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 صحفيين اصدقاء علشان يصير في تطوير اضافه يعني ناخذ فيها اما الباقي لا ما التفت ورا انا بيكم اول شيء تحلون من هالحلو والنقص اللي عندنا اياها وفي عصير نعقب هالمشوار جيتوا منه كان على كانكم صادقين جايين مشي والله والله الحمراء صدق والله صدق والله سلمنا على مع الوزير استاذ ياسر ان شاء الله يوصلكم الحين من يدي ببشركم بعد بشاره مشكورين ان كنتوا معي الصراحه اخذنا منكم معلومات حصريه يعني متواجدين معي اكيد الجمهور انا قاعد يقولوا لي لازم اختم معاكم لان راح يبلش الحفل ان شاء الله المقام في قاعه الرايه غبقه الغبقه الرمضانيه لوزاره الاعلام حلوا وشربوا عصير من الدرينكش وروحوا تمشوا على ما تصنع الغبقه الكل متواجد هناك واحنا بعد مع المشاهدين شكرا من هناك شكرا.